خلينا نسمع اكتر ونعرف اكتر من الزميل خالد عامر الناقد الرياضي بموقع جريده ايس الاسبانيه، هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس. مساء الخير يا خالد. مساء الفل يا استاذ احمد، اهلا وسهلا بيك، وانا عارف انك انت برضو اهلا بيك. بيتهيأ لي يعني وصحح لي المعلومه، من عشاق الكالتشيو وتحديدا بتحب الميلان، صحيح ولا؟ ده حقيقي جدا. انا بس الاول يعني ايه، انا معجب جدا باداء حضرتك والبروفيشناليتي بتاع حضرتك على الشاشه وكده، بس انا حبيت حضرتك اكتر بكتير بعد المقدمه اللي قلتها عن انا الكالتشيو كالتش. طيب يعني. كويس، يبقى احنا مدرسه واحده وهنتفق. خلينا نقول انه لسنين طويله يعني غابت اسماء كبيره عن الكالتشو وغابت المنافسه، وده اثر على قوه المسابقه بشكل كبير، لكن يبدو انه السيزون ده بيقول ان الكالتشو راجع مره تانية. فرق كتير شمت نفسها، يعني بنشوف الميلان سواء انتر او اي سي راجع، اليوفي مازال يعني محتفظ بسكواد على اعلى مستوى، لاتشو ما بيبقاش بعيد قوي عن الفرقه دي، وروما كمان داخل. متوقع شكل المنافسه في الكالتشو السنه دي يكون عامل ازاي؟ طيب خليني بس اقول الاول انه زي ما حضرتك ما تفضلت شاكرا وقلت انه على مدار التاريخ في التسعينات والثمانينات واوائل الالفينات كان الكالتشيو هو وجهه كره القدم في العالم، اي حد بيحب يتفرج على كوره كان بيروح يتفرج على السيريا A على طول. أيوة. بسبب النجوم الكتير اللي حضرتك ذكرتهم، ومفيش تقريبا فرقه ما فيهاش ست سبع نجوم من العيار فارق الثقيل، تقيل نجوم حقيقي. الصف الاول. الاتحاد الايطالي وفشل الاتحاد الايطالي في اداره شؤون الكره الايطاليه، من حيث التسويق، من حيث حقوق البث، من حيث حاجات كتير جدا، سحب الاهتمام شويه من الكالتشو، فبالتالي سحب الفلوس الكتير اللي كان النجوم بياخدوها، وبالتالي بدا الكالتشو يفضى شويه شويه من النجوم التقال اللي احنا بنتكلم عليهم، وكان اخرهم في 2011 2012 لما الميلان ساب 8 لعيبه كلهم كانوا من العيار الثقيل جدا، بتكلم على تياجو سيلفا، ابراهيموفيتش، سيدورف، جاتوزو، نيستا، مالديني كان اعتزل قبلهم، كاكا كان ويرجع راح بقى اندريتش لريال مدريد. باتشينكو وسيدورف وقيمة ده وجورج الجيل اللي ويا. قبلهم بالظبط، دي الاجيال السابقه. ايوه بدايه من 11 12 من موسم 11 12 بدا الكالتشيو ينهار بسبب ان مفيش نجوم كبيره في الدوري، فبالتالي ما فيش اهتمام اعلامي بيها، فما فيش اعلانات اه بمبالغ كبيره زي الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، اللي كان الدوري الانجليزي يعني الدوري الاسباني تحديدا هم فرقين بس مستحوذين على كل نجوم العالم تقريبا، تتكلم على فرقه فيها راموس ورونالدو وكاكا و و و و والفرقه الثانيه فيها ميسي وفيها انيستا وتشافي وبيول وهكذا، ف الاهتمام الإعلامي أدى إلى صرف مبالغ طائلة على الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، وهو ما سحب البساط شوية ايوه من الدوري الإيطالي. طب خليني اسالك، هل الدوري بتشوف الإيطالي انه بدأ يرجع. خليني اسالك على الموسم ده تحديدا، هل بتشوف انه الموسم ده قد يشهد يعني نهايه هيمنه اليوفي على السيري اه وعلى الدوري الايطالي، ولا ما ستستمر الهيمنه من وجهه نظرك؟ بص المومين الماضيين كانوا عكس، يعني احنا عارفين يوفي خد 8 القاب متتاليه او 9 القاب متتاليه، بس الموسمين كان بياخدهم بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، يعني الفرق ما ايوه بينه وما بين المنافس بتاعه او الاقرب منافسيه 10 11 20 كارقام خياليه كده. الموسمين الماضيين كنا بنراهن على انه تقويه صفوف الفرق الاخرى هتؤدي بالتالي الى صعوبه المنافسه على لقب يوفنتوس البطولة. او مع يوفنتوس، بس يوفنتوس هيظل بيحسم اللقب بسبب خبراته. دلوقتي الخبرات موزعه، عندك فريق انتر ميلان عنده سكواد قوي جدا. جدا النقطه الـ او خلينا نقطه الضعف في انتر ميلان هو مدربه انطونيو كونتي، كونت مذبذب جدا، وشويه يلعب على البيلد اب من تحت، وشويه يلعب على الكره الطويله، وشويه يلعب على استحواذ في نص الملعب، هو مش عارف هو عايز ايه مع انه معاه سكواد مع جامد. سكواد محترم جدا بالظبط. حقيقي. روما بيرجع في الطريق، عنده ديفوهات بس روما بيرجع في الطريق، نابولي قوي جدا خاصه بعد التعاقد مع اوزيمين بقى عنده قوه هجوميه كبيره جدا. ميلان بيشق الطريق، بس ميلان احنا خلينا نكون واقعيين ونحط رجلينا على الارض، ميلان مش هيكمل منافسه للاخر، ميلان دلوقتي متصدر الترتيب ب 16 نقطه بس ما عندوش السكواد وما عندوش طول النفس اللي يسمح له ان هو يكمل لحد اخر السيزون. الاهم لميلان دلوقتي ان هو يلم اكبر عدد من النقط عشان يتاهل تشامبيونز ليج السنه اللي جايه. هرجع اتكلم تاني عن ميلان بس دلوقتي احنا بنتكلم عن يوفي. المنافسين ليوفنتوس بقوا كتير،
هل ده هيسحب منهم الدوري؟ دي حاجه الدوري السنه دي قوي، فصعب ان احنا نتكهن مين اللي ممكن ياخده. ولكن الدوري مش هيبقى بالسهوله اللي كان عليها المواسم بس السابقه، خليني اقول لك برضو بالعكس يا خالد هيبقى انه جزء من الحاجات اللي بتصب في مصلحه الدوري الايطالي اللي اعتقد انها هتبتدي ترجع له شعبيته وجماهيريته، انه المسابقه الاسبانيه او الليجا الاسبانيه ما بقتش بنفس الحاله اللي كانت عليها في السنين الاخيره، واعتقد انها الى حد كبير فقدت جزء كبير من بارقها، وده ممكن يصب في مصلحه الدوري الايطالي برضو. ده مظبوط جدا، ودي اللي كانت النقطة اللي هتكلم عليها. أنا عايز أشكر ريال مدريد أو فلورنتينو بيريز تحديدا على عودة الدوري الإيطالي للمشهد، لأن لولا الخلاف اللي حصل ما بينه وما بين رونالدو رونالدو وبالظبط كريستيانو رونالدو، واللقطة الشهيرة لما رونالدو جاب الجون في يوفنتوس وجمهور يوفي قام سقف له، فرونالدو اعجب بيهم جدا. فلما حصلت مشكله ما بينه وما بين ريال مدريد قرر ان هو ينتقل الى يوفنتوس بسعر محدش كان ممكن يتخيله ان هو يروح مقابل 112 مليون، ده سعر زهيد جدا بالنسبه لحد باسطوريه كريستيانو رونالدو. انتقال كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس اعاد الاهتمام الى الكالتشو بشكل كبير جدا. تبعه على طول انتقال زلاتان ابراهيموفيتش من لوس انجلوس جالاكسي لانتر لاي لاي سي سي ميلان، ميلان. بالظبط، وانتقال حفنه من اللاعبين من الدوري الانجليزي الى انتر ميلان، لوكاكو واشلي يونج والكسيس سانشيز تحديدا، وبعديهم كريستيان اريكسن، كل النجوم اللي توافدت على الانتر والاي سي واليوفي اعاد للكالتشيو بريقه وسحب شويه البساط، خاصه ان ما بقاش فيه الرايفلي التنافسية ما بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ايوه اللي الناس أصلاً كانت بتتفرج على الليغا بسببها، عشان يعني حاله الصراع دي حقيقي. بص خالد، بالظبط بالظبط انا لو قعدنا نتكلم في الكالتشو انا ممكن اقعد اتكلم معاك ساعات، بس للاسف مش هنخلص. أيوه وقتي ما يعني مش هيسمح بده. بشكرك شكرا جزيلا، بس ممكن نعمل شكرا حلقات جزيلا، وحلقات مره تانية على الكالتشو. أكيد بشكرك شكرا جزيلا، النقد شكرا الرياضي خالد جزيلا يا عامر، مستر. النقد الرياضي بموقع جريده ايس الاسبانيه. دي كانت فقره الفيديو كونفرنس، وانا بقول لحضراتكم توقعي انه السيزون ده في الدوري الايطالي هيبقى في منتهى القوه، هيبقى في ماتشات كتير جدا ممتعه للناس اللي بتحب تتفرج على كوره. فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية في السادات.